حلو البطة. لا واحدة مش باينة. نعم. طيب هيك مثلنا مشهور سكرين. نفش مجال انك تضيف اشي على الخلفية. ما شكلهاش هيك أحلى. اوكي الشير سكرين انت شغال واضح عندك كاركان مية مية. اوكي كان انت فاتح هاي صح تبعت الكريبتو على كانفا لا يا يا أنقذ. دقيقة منبلش أهم كمان دقيقة منبلش بس راح نستنى شوي ليزيد عدد الحضور ما عندي أي مشكلة بالموضوع. نبلش حبيبي أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ايوه تمام فقط احنا عم نبلش فبحب إذا أول شيء نرحب بالحضور اللي عم ينضم لنا، أتوقع إنه موضوع كتير مشوق اللي رح نحكي فيه اليوم، مشوق ومهم طبعا على أكثر من مرحلة، وبحب إذا نشوف الجماعة اللي عم ينضموا لنا اليوم من وين عمالهم بيحكوا معنا أو من وين عمالهم بنضموا لنا من وين عم بتابعونا، فبحب إذا نكتب بالشات من وين إحنا عمالنا بنسمع لبعض بنحكي ونتفاعل مع بعض.
أهلا وسهلا سارة، نتمنى أن الطقس دافي عندكم بفلسطين. نورت. فعليا أنا اليوم عم بحكي معكم من أمريكا، وركان معنا من القدس كمان، ف جامعين أكثر من تايم زون مع بعض. أكثر من محور. السلام عليك يا سارة، وإحنا كمان سعيدين كثير أنا معاكم اليوم. طيب، كان بتوقع احنا قادرين انه نبلش. نعم. مرحب ملك، يعطيك الف عافية. احنا بنقدر نبلش علشان لأغراض الوقت، و as they join ان شاء الله بكون النقاش يثرى اكثر واكثر. فبشكل كثير سريع، انا حمزة غوش من القدس، حاليا عمالي بحكي معكم من امريكا. انا مؤسس شركة نافياتكس، اللي هي واحدة من أعضاء الكوهورت اللي عملوا بتخرج هاي السنة مع بيلت بالستاين، فكتير شاكرين لبيلت بالستاين على هاي المنصة، سواء كمتحدث أو كمشارك بالستارت اب الخاصة فينا نافياتكس. واليوم عمالي بلبس طاقية جديد بلشت ألبسها، أو دور جديد بلشت ألعبه، اللي هو مقدم شريك لبودكاست اسمها يلا نفتي او يلا ان اف تي. هي الاولى من نوعها بفلسطين، اللي بتتخصص بعالم الفنتك او التكنولوجيا الماليه، وبالذات نركز على انه احنا نطرح محتوى باللغه العربيه بشكل بسيط، بشكل بلغتنا العاميه اللي احنا كلنا بنحكيها وبنفهمها. فكتير مبسوط اني اكون معاكم اليوم، وبحب ركان نفتح لك المجال على السريع علشان تعرف عن حالك. يسلموا. انا انا ركان عباسي، موجود اليوم منطقة القدس، على عكس يعني حمزة امريكا قدس، هاي رام الله وفلسطين كل الشغلات. مؤتمر حلو كتير كمان، وقاعدين بنتابع الاخبار الموجودة، كتير سيشنز حلوة ومثرية. انا شريك مؤسس بتطبيق عايزين، ومسؤول عن قسم التسويق كامل بتطبيق عايزين. تطبيق عايزين هو بيساعد المستخدم على مقارنة الاسعار بالسوبر ماركتات، ويعرف وين المكان المناسب له، او افضل مكان او افضل محل يختار انه يروح يشتري منه العروض من السوبر ماركتات، بدون ما حدا يعني يغوش على قراره او يغبش على قراره بطريقه او باخرى. اليوم احنا موجودين بمنطقه رام الله، وبعدين بنطور الاشي شوي شوي باكثر من منطقه كمان. بلشنا بنابلس، ريحه، الخليل، والاشي الحمد لله بتطور كثير كبير. بنفس الوقت مؤسس شركة اكس او ميديا في منطقة القدس، اللي هي تخصصها التسويق والاستشارات، اللي بنساعد السمول بزنسز والميديوم بزنسز انه نطورهم ونساعدهم كيف يعرفوا عن حالهم اكثر من ناحية الديجيتال ماركتينج او بالماركتينج، او نبني لهم استراتيجيات والخطط التسويقية كاملة. والاحلى من هذا كلياته انه احنا اليوم كمان شريك مؤسس مع حمزة بمشروع يلا ان اف تي، او يلا نفتي بالبودكاست، اللي هو يعتبر اول بودكاست فلسطيني اللي بنحكي فيه عن امور الماليه او الفنتك. والحلو بهذا البودكاست انه زي ما حكى حمزه، انه بنحكي فيه بالعربي كامل. استضفنا فيه شخصيات كتير مهمه، كتير متنوعه بالمجالات باختلاف تخصصاتهم وامورهم.
ومن ندعو طبعا الجميع ان شاء الله قدام شوي كمان مره انهم ينضموا معنا للبودكاست حتى احنا نستفيد من خبراتهم، ونقدر برضو نقدر نشبك معاهم بشغلات مختلفه. واخيرا حكيت كثير، حسيت اخر اشي بشكر كثير بالبلسطين على المؤتمر الحلو هذا، على التنوع الموجود وعلى المواضيع الشيقه الموجوده بهذا المؤتمر. كانت هاي السنه زي كل سنه، بس برضو هذا المؤتمر كان له تنوع كثير كبير بالفترة الحالية. 100%. إحنا اليوم علشان نعطي زي أجندة سريعة على إيش رح نحكي، فإلين رح نعمل introduction كتير بسيطة على إيش يعني blockchain، إيش هاي التقنية، كيف بنستعملها، كيف منظرها، وبعدين رح نحكي على نعمل مقدمة سريعة على ال NFTs أو الرموز اللي هي غير قابلة للاستبدال، علشان كلياتنا يكون عندنا الفهم البسيط الكافي إنه إحنا نقدر نطرح عليكم ونشارك معكم بروجكت فلسطيني بحت اللي هو بيختص بكيف احنا بدنا نحافظ على الرواية الفلسطينية والهوية الفلسطينية باستخدام التقنيات اللي اليوم موجودة بين ايدينا، علشان احنا ما نضلنا عمالنا بنلحق دائما في بين ايدينا اليوم ادوات اللي بتساعدنا انه احنا نتحكم بالرواية الفلسطينية، مش بس نتحكم فيها، نعكسها زي ما هي ونحافظ على اصالتها. وهذا الهدف الاساسي من المشروع اللي احنا عمالنا نشتغل عليه اللي هو ان اف تايم. ففعليا بشكل كتير بسيط احنا لما نحكي على موضوع موضوع البلوك تشين، فعليا هو نوع جديد من تسجيل البيانات والحفاظ عليها. فعليا بكل بساطة فلنفرض انه احنا 3 4 اشخاص، كل شخص فينا معه دفتر معين وورقة وقلم، كل ترانزاكشن او كل تفاعل بيصير بيتسجل على هدول الدفاتر، وبنتأكد انه نفس المعلومات موجودة على كل الدفاتر هاي. ففعليا بدل ما احنا نركز المعلومات بمحل واحد ونجازف او ترسك انه يصير فيها اي تلاعب او يصير فيها اي تدخل معين او تحكم من جهة معينة عليها، احنا بنوزعها وبنحافظ عليها باكثر من محل وبندعو للامركزية فيها. ففعليا اي ترانزاكشن بيصير اللي هو مش موجود ومش معكوس في كل هدول الدفاتر اللي احنا كوننا منها سلسلة، احنا فعليا بنقدر نحكم عليه انه هذا الترانزاكشن هو معرض للخطر او منتهك بشكل ما، وبنقدر انه احنا نرفض انه نعتمده. فهذا اعطانا مجال انه يكون في شفافيه اكثر ويكون في عنا وصول للمعلومه اكثر، يعني ما في مجال انه واحد مثلا يكون عنده معلومات معينه يقطع الكهرباء عليك، انت ما تقدر توصل لهي المعلومات، او يكون حدا قادر مثلا يخترق هاي المعلومات وتكون دائما معرضه للخطر. فعلشان هيك اجت البلوك تشين. البلوكشين فعليا تقنية وانبنت عليها كتير تقنيات جديدة، منها الكريبتو كارنسيز، منها البيتكوينز، منها كتير استعمالات تانية رح نحكي عنها بفترة كتير بسيطة. بس فعليا احنا شكل الانترنت انتقلنا فيه من الانترنت 1.0 ل 2.0 ل 3.0 والميتافيرس. فتقنية مثل هاي شفنا لها استخدامات كتير كبيرة، مثل انه احنا مثلا نقدر نعمل بروسيسنج للبيمنتس، نقدر احنا نحول مصاري او دفعات بين الماركتس المختلفه او بين مرسل المستقبل اكروس ديفرنت بوردرز، انه احنا نقدر نستعمل الانترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء، نحافظ على الملكيات الفكريه، نحافظ على حمايتها بشكل ما. احنا نقدر نطلع مثل ما كنا عم نسمع بواحده من السيشنز السابقه على موضوع السبلاي، اليوم اللوجيستكس كتير غالية وكتير مكلفة العملية، فصرنا احنا بنحتاج اكتر نحافظ على اصالتها ونحميها بشكل من الاشكال. واليوم برضو عمالنا بنشتغل على اشي بسموه الديجيتايزيشن او التحول الرقمي، فصارت عنا هويات اليوم غير عن الهوية الفيزيكال اللي احنا بنمسكها بين ايدينا، صارت اليوم يطلعوا على البيهيفير تبعك للمشتريات مثلا، فصار في عندك هوية معينة مبنية على كيف انت بتصرف مصاريك وايش الترندز تبعتك. اليوم احنا عن طريق ابلكيشن مسلك مثلا بشركة نافياتكس او ستارت اب نافياتكس بنبني هوية رقمية لكيف الناس بتسوق، فانت الابلكيشن تبعنا بيقيس كيف الناس بتسوق وبناء عليها بيعطي سكور معين، كل ما كان الشخص امن اكثر السكور تبعه بيكون اعلى، ففعليا شركة التأمين ممكن تعطي محفزات اكثر انه تحافظ عليه لانه هذا الشخص ما بيعمل حوادث كثير، ففعليا الربحية تبعته تكون أعلى، فشركات التأمين المفروض تتنافس على هدول الناس. فالبلوك تشين بتعطينا مجال إنه إحنا نبني هاي الهوية الرقمية ونحافظ عليها، واللي بيساعد هذا الموضوع إنه هي مشفرة بشكل كتير كبير
عن طريق ما يعرف بالكريبتوغرافي، ولأنه هي شبكة بين نظراء اللي هي البير تو بير نتورك، فهذا بيقوي من قديش هي شفافة وقديش هي الحماية، درجة الحماية فيها كتير عالية. ومن هون لأنه إحنا بنستعملها في عالم الدوكيومنتيشن أو التوثيق، شفنا فرصة كتير كبيرة إنه إحنا نحط النراتيف أو الرواية الفلسطينية على البلوك تشين، لأنه للأسف ما عندنا الكنترول كتير عالي على الميديا ووسائل التواصل اليوم اللي تختار إنها بشكل غير عادل تعمل هايلايت وتعظم رواية على حساب رواية تانية، وللأسف هذا مش دائما بيكون لصالح الرواية الفلسطينية. ومن هون شفنا طريقة كتير حلوة وكتير مبتكرة نحن نعمل هذا الإشي، هو عن طريق الرموز الغير قابلة للاستبدال أو ما تعرف بالـ NFTs. وركان رح يحكي لنا أكثر عنها على أساس إنه إحنا من هناك ننتقل نحكي عن المشروع الخاص فينا اللي هو NF Time. هو فعليا حمزه، بس قبل ما انتقل على الان اف تيز حابب بس اوضح كمان اكتر من شغله، انه مواضيع البلوك تشين بالفتره الحاليه هو العنصر اللي كتير كبير اللي دارج هلا حوالين العالم. احنا قاعدين بنسمع فيه بطريقه كتير قويه بهاي الفتره، بس هو مصطلح موجود من زمان، مش مصطلح جديد، مش مصطلح حديث. من ناحيه حتى التغيرات ويب 1 ويب 2 ويب 3، احنا حاليا قاعدين بنمر بمرحله الويب 3، وفي كمان مراحل تانية بلشت تتطور ويب 5، علما انه لسه الويب 3 لحد هاي اللحظه ما تم بلورته بالشكل الكامل او ظهوره بالشكل الكامل. الحلو انه كمان مواقع كبيره عالميا مثلا زي فيسبوك، زي باي بال، زي مواقع تانية حتى اغاني او اي شيء تاني قاعدين بيستعملوا تقنيه الويب 3 او بحاولوا ينضموا للتقنيه هاي بطريقه كتير كبيره، زي مثلا فيسبوك ممكن يصير بروفايل. وهناك كمان امان اكثر، الداتا تبعتنا مخبيه اكثر، لها حمايه اكبر واستعمالاتها اكثر بطريقه كتير تقنيه وكتير عاليه. باي بال مثلا ممكن تصير زي واحدة من الاي والتس المستعملة هلا حاليا او عالميا، مثلا زي مثلا ميتا ماسك اللي احنا بنستعملها كتير بعمليات المشتريات للرموز الافتراضية او الان اف تيز. وبهي المرحلة انا حاب انتقل على موضوع الان اف تيز بطريقة او باخرى، انه نحكي شو هم وحابين نوضح فكرتهم اكثر. الـ NFT هو رمز غير قابل للاستبدال، بحيث انه نرفعه على شبكه البلوك تشين بطريقه معينه من خلال واحده من المنصات العالميه المعترف فيها دوليا. وبهذيك المرحله بتم توثيق فيها الـ NFT هذا لمين تابع، يعني لمين هاي الملكيه هذا الشخص، او لمين ملكيه هذا الـ NFT لمين تابع، سواء لشخص، لمؤسسه، لهيئه معينه او غيره. الـ NFT بلش ب احنا جديد بلشنا مره ثانيه بنسمع فيه بالفوج دي كتير كبير اللي صار ببدايه او نهايه 2020، بدايه 2021 بننطلق فيه كبير بان هذيك الفتره. لهي الفتره صار في عليق انطلاقه جدا عاليه، نسمع انه الاشخاص صار يعملوا منها ثروات رهيبه ومخيفه وارقام خياليه. بس نرجع خطوه لقبل، ال NFT هو موجود، وبدايه البحث كانت موجوده على جوجل، على اقل عن طريق جوجل سيرش، هي موجوده من 2005 تقريبا. بال 2021 زاد عمليات البحث عليها، باكتوبر 2021 صار باعلى او ذروه البحث على مواقع اللي بتعطي NFTs، زي مثلا اوبن سي او غيره من المواقع اللي من خلالها بنقدر نشتري NFT او نبيع NFTs، نحمل NFT تبعنا على هاي المنصات. ال NFT هو رمز بالنهايه، هي صوره احنا بنقرر شو بدنا اياها. ممكن يكون صورتي انا اليوم اقدر اعملها NFT وارفعها، في اشخاص عملوا عقد قران على او عقد الزواج رفعوه على NFT كبلوك تشين وصار موثق عالميا، بحيث انه ولا حدا بيقدر يلغيه او ولا حدا بيقدر يغير فيه اي شيء ولا يزور فيه اي شغله. في جهات حكوميه كثير صارت تتوجه على موضوع البلوك تشين، انه تعمل عقود والهويات كوراق او كمعلومات تصفي موثقه هناك عالميا. بالاضافه انه في NFTs او رموز غير قابل للاستبدال تباع بارقام خياليه حرفيا، وهي لا تسوى نظرنا احنا نيجي نتفرج عليها، عباره عن قرد مثلا حامل موزه بطريقه غريبه، رسمه ولد صغير لا يتعدى الصف الاول او الثاني او البستان او البراعم او وات ايفر الصف اللي بنحكي فيه. الرسمات هاي كانت تنباع بطريقه خرافيه بارقام مهوله بفترات زمنيه كبيره، ونفس الوقت حدا تاني ممكن حاول يقلدها بطريقه او باخرى
وما انباعت معاه بالمرة، وما كانش في عليها ريفينيو وما كانش من وراها ربح، وصار انه نيجي نحكي انه الـ NFTs هي عالم غير جيد لنربح منه. للأسف كتير انه اشخاص كتير لما بلشوا يعملوا الـ NFTs كانوا ينسوا انه لازم يعملوا الرواية او القصة اللي لازم تنطبق، او شو الهدف من ورا هذا الـ NFT، وليه احنا قاعدين نشتغل عليه، وليه احنا بدنا نأسس هذا الـ NFT. فعلى سبيل المثال ممكن احنا اليوم نطلع NFT عشان نحمي فلسطين من ناحية بعرفش اي، مثلا ضد اشي معين، ضد قرار معين، ضد جزئية معينة، او بقدر اطلع احكي انه مثلا انا اليوم كعايزين حاب احط اللوجو تبعنا كشركة على البلوك تشين واوثقه توثيق كامل ك NFT، بس بالمقابل فيش وراء قصة، الا انه اذا جيت حكيت اي حدا بيشتري هذا اللوجو له بيرسنت معين على سبيل المثال من الشركة، او بعطيه جزئية معينة كشيرز او كاسهم او كاي خدمة معينة. او بقدر اجي احكي والله انا اللي بشتي مني اللوجو تبع عايزين فرضا، بقدر اعطيه اكسس، او بقدر اعطيه العائد اللي بيجيني من هذا بيع اللوجو انا راح اتوزع فيه لجمعيات خيريه او لمناطق خيريه، برضو القرار لهذا الموضوع. فمن هون عملت كيس او عملت قضيه كناحيه ماركتينج انا بقدر اشتغل فيها بطريقه كتير منيحه واسوق للبرودكت تبعي. فاكثر من 90% من البروجكتس اللي طلعت بالفتره الاخيره هي فشلت فشل كتير كبير، لانه ما استعملت مصطلح ستوري تيلينج، او ما حكت القصه او الهدف الكبير من هذا الـ NFT، وليه بيتم استعماله، وليه لازم تشتري انت كشخص او كحدا كمؤسسه او كغيره. الجدير بالذكر كمان انه الفنانين توجهوا كتير بطريقه كتير قويه لعالم الـ NFTs، صاروا يرفعوا رسومات تاعتهم هناك، ولما الفنان يكون له يصير له اسم او ينشهر، او اذا هم مشهور صار على البلوك تشين صار لها قضيه احلى او جوده اكبر للرمز اللي هو او للصوره اللي هو بايعها، كل مرة بتنباع هاي الصورة هو عم بيطلع له كمان ريفينيو، ممكن يكون 10% كإيكويتي أو كجزئية مبلغ من القيمة المالية اللي بتنباع فيها. فمثلا هو ممكن اليوم يبيع الصورة تبعته $100 أو $10، بيوم من الأيام صار هو مشهور وضرب اسمه بالعلالي وصار بعرفش بيكاسو أو غيره، فممكن تنباع اللوحة تبعته ب 2 مليون، 3 مليون، 4 مليون أو whatever. هو لسه بيحافظ على نسبة معينة من هذا المبلغ يروح له، يجي 10% على سبيل المثال، 5%، 6%، 15%، حسب شو أنا بسجل بالكونتراكت الأولاني يعني كفنان أو كشخص ببيع هذا الـ NFT عن طريق البلوك تشين، أو ببيعه عن طريق أوبن سي أو واحد من المواقع الكبيرة. وهي اعطت ادفانتج كتير 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 قويه للـ NFTs، وصار في عليها اقبال كتير كبير. للاسف الشديد مشاريع كتير كبيره طلعت بالعالم وانتثرت واختفت، لانه ما كان في وراها ستوري تيلينج، او ما كان في وراها براند اللي يدعمها او يمشي فيها، على عكس مؤسسات ثانيه. مثلا كوكا كولا طلعت بـ NFT، طلع مثلا جهات تانية طلعت بـ NFTs، كشركات عالمية كبيرة طلعت بـ NFTs، NBA طلعت بالـ NFT باللحظات المهمة اللي سجلوها مثلا اللعيبة أو اللاعبين كرة السلة أو غيره من الرياضيات من الرياضات العالمية. فهاي اللحظات كانت تنباع مبالغ كتير كبيرة. أول تويتر أو أول تويتة نزلت على تويتر انباعت بـ 10 مليون، ده المبلغ كان مبلغ خيالي التانية. هيك حاجة بس اليوم لا تسوى شيء، لأنه ما فيش وراها فايدة، انه خلص انبعت اول مرة طلعت الهدف تبعها الكبير انه اول تويتة، بعدين هذا هو بطل في من وراها بنفت بالمرة. للعلم بالفترة الاخيرة كتير ناس بيجوا بيحكوا لنا انه الـ NFTs هي اندثرت او بلشت تختفي او هبطت هبوط كتير كبير. منطق الاشي طبيعي، ما هيك بحسب تحليلات مواقع مختلفة من ناحية SEOs ومن ناحية ترافيك كماركتينج، بهتم انا بهاي الشغلات بطريقه كثير كبيره. نقدر نحكي انه بس بسبتمبر 2022 كان في عندنا اكثر من 13 مليون زياره على ويب سايت تبع opensea.io، اللي هو ببيع الـ NFTs او بنقدر نحمل عن طريقه الـ NFTs، وهذا رقم جدا مخيف، وبزياده اكثر لسه من الشهر اللي قبله، تقريبا اكثر من 27% من شهر بمقارنه بشهر 8. وطبعا نقدر نحكي انه عدد الأشخاص اللي قاعدين بيزوروا بيضلوا بالصفحة بتصفحوا بالمنتجات الموجودة، بنحكي على أكثر من 23 دقيقة كل مستخدم قاعد بيستعمل هذا الموقع وبتصفح المنتجات الموجودة فيه. تخيل كمية المحتوى اللي عليه وكمية
مشاريع اللي عليه، وهذا الاشي يعني هي ريسك موجودة inherently بهاي المشاريع، انه اي شيء بيعمل هاي هذا النوع من الضجة وبيستقطب هذا النوع من الاهتمام اكيد في محاولات كبيرة انه يكون في سكامرز فيه او ناس اللي تحاول لا شك. تنتهز هذا الاشي علشان تعمل ربح سريع وتطلع عليه الهيت ان ران هاي. فهذا كان اكبر الاسباب اللي خلى ان المشاريع اللي هي مش مبنية على اساس قوي او ما في وراها رود ماب زي ما راح نشوف كمان شوي انه فعليا ما تكمل. هو في كمان سبب تاني حمزة، اللي هو موضوع الهبوط اللي صار بالكريبتو كرنسيز بالفترة الأخيرة، أكيد أكيد بمرحلة شهر 7 لحد اليوم. على سبيل المثال، أكثر عملة بيتم الشراء أو التعامل معها بأوبن سي، تحديدا بأوبن سي، هي الإيثيريوم. في كمان عملات تانية بس أكثر واحدة لها تأثير هي الإيثيريوم أو الإيث، وهي برضو بتدعم خاصية البلوك تشين، فإلها ميزة كتير كبيرة. بس بالفترة الأخيرة صار فيها هبوط مخيف، فهذا الإشي برضو أثر على أسعار الـ NFTs وأثر على الـ benefit من عملية شراء الـ NFTs. ففي ناس قالت لك طب أنا ما بدي أبيع، لسه بدي أصبر، بدي أحتكر الـ NFT تبعي، أضبه شوي على جنب، بعدين برجع ببيعه. فهي كمان واحد من الأسباب اللي خلت عمليات الهبوط. مع هيك الإيثيريوم اليوم بتحول كتير كبير من النتورك اللي هو كان شغال عليها لنتورك تانية جديدة، فأوريدي عم بيحاول يرجع مرة تانية للسعر الطبيعي، إلا ما نلاقي فرصة تانية للاستثمار بالNFTs. أعتقد إنه حمزة ممكن نحكي إنه ليه إحنا حابين ندخل بهذا المجال أنا وياك أكتر. بعرفش إذا بتحب نبلش نحكي عن الانفتاين. بكون كتير مبسوط أوكي. يعني. أنا متحمس، أنا كتير متحمس صراحة إنه أشارك أخبار NFTime، لأنه بتوقع هو إشي بمس كل فلسطيني موجود اليوم صحيح بغض النظر وين هو موجود. صحيح واحد من الأسباب الكتير كبيرة اللي خلتنا نبلش نفكر بهذا التفكير هو أول إشي فضولنا واهتمامنا أنا وركان بعالم الـ NFTs وعالم البلوكشين وكل هاي الأمور. وهذا الاشي معكوس برضو بقسم البودكاست تبعتنا اللي هي يلا ان اف تي، ولانه احنا بنآمن انه ما في حدا بيقدر يجي يقول انه انا خبير بهذا الموضوع، لانه كثير شبكات بتتقاطع فيها، كثير اندستريز بتتقاطع فيها. فاحنا قلنا انه اي حدا بيجي بيحكي عن حاله خبير وفعلا بيفتي، فسميناها يلا ان اف تي او يلا ان اف تي. فبلش عندنا كنا بنحكي كتير موضوع المواضيع المالية وهي الأمور، قلنا لازم يكون في طريقة إنه إحنا نشبك الفلسطينيين اليوم الموجودين جوا فلسطين بفلسطينيين المهجر، ومش بس هيك الأشخاص اللي هم غير فلسطينيين ولكن عندهم انتماء وحب وإيمان بأصالة القضية والرواية الفلسطينية. فشفنا الـ NFT كأداة اللي إحنا ممكن تكون كتير powerful إنه نعكس فيها هذا الحب وهذا الانتماء، بحيث إنه إحنا نطرح على السوق كمية معينة من الـ NFTs. وطبعاً من أهم خصائص الـ NFTs هي الندرة، فكل ما كان الـ NFT نادر أكثر وإمكانية الحصول عليه أصعب راح يكون بالعادة بالشكل الطبيعي قيمتها أعلى. فإحنا راح نطرح ببرنامج أو بمشروع NFTime راح نطرح عدد معين من الـ NFTs. وبكل بساطة للناس اللي عم ينضموا لنا جديد، الـ NFT هي رمز غير قابل للاستبدال، اللي هو فعليا زي كيف أنا بعطيك مثلا 50 شيكل تقدر ترجع ليهم 20 تين و10. فالشيكل هذا الـ 50 شيكل هي عملة قابلة للاستبدال، ولكن إذا أنا اشتريت بدي أشتري منك لوحة مثلا ما بتقدر تقص لي زاوية من اللوحة وتبيع لي إياها بربع السعر، فهي اللوحة هاي غير قابلة للاستبدال، وهي بتكون في بس واحدة منها، فهي بيكون فيها نوع من الأصالة والأثنتيسيتي ونوع من الدوكيومنتيشن أو التوثيق لهذه الملكية، فهي بتنتقل من شخص لشخص وهي زي شهادة ملكية فعليا. فاليوم احنا بنحكي على مشروعنا NFTime اللي احنا بدنا نطرحه إن شاء الله بالقريب العاجل، و هذا سنيك بيك زي ما بيقولوا، نظرة خالفة للي راح يطلع. ففعليا احنا راح نطرح عدد معين من الـ NFTs بتسلسل معين حسب رود ماب معينة. فهاي التصاميم خلينا نسميها راح ينشغل عليها مع مصممين فلسطينيين اللي احنا نقدر نعكس الهوية والرواية الفلسطينية، لأنه احنا بنآمن انه لقدام مثلا ممكن نحكي على الثوب الفلسطيني، ممكن نحكي على الدبكة الفلسطينية، على الأكل الفلسطيني. وكان في واحدة من السيشنز اللي انتهت قبل شوي
في السيدة شرابي كانت تحكي على الثوب الفلسطيني وقديش هو إثبات على الوجود الفلسطيني وإله significant meaning اللي ما حدا بيقدر ياخد أو ينتقص منه. فإحنا ولا جينا حدا نطرح يقدر يحسبه له كمان، مش بس ينتقص منه. 100% 100% بيعبر عن أصالة معينة، عن وجود معين، عن هوية معينة. فإحنا اليوم رسمنا رود ماب معينة وتواصلنا مع جهات مختلفة، من ضمنها سلطة النقد الفلسطينية، من ضمنها سلطة وزارة السياحة كمان والآثار، وتناقشنا معهم بكيف إحنا ممكن نعكس هذا الإشي بأفضل شكل من الأشكال، لأنه إحنا هون ما بنعبر عن مشروع اللي هو بتعود ملكيته لركان وحمزة. الرواية الفلسطينية هي إلنا كلياتنا، بتعبر علينا كلياتنا، وهي ما بتبلش اليوم وما بتنتهي اليوم، هي من بدايتها للمستقبل رح تضلها منتهية. وإحنا كل اللي عم نحاول نعمله إنه إحنا نعكسها ونوثقها ونحميها بمساعدة هدول الوزارات وهدول الكيانات اللي معنية بهذا الموضوع. وطبعا هاي دعوة مفتوحة لكل حدا اليوم عمله بنضم لنا لهي السيشن وبسيشنز لقدام عن طريق بودكاست يلا نفتي، انه هو يكون جزء من هذا المجتمع. وبحبرك كان اذا بتمشي معنا على الرود ماب على اساس انه نقدر نشارك مع حبايبنا المتابعين انه لوين احنا رايحين وشو الفيجن تبعتنا من هذا المشروع. طبعا اكيد. هلا احنا حاب بس اشارك شغلتين بالاضافه للي حكاهم حمزه. اليوم احنا قاعدين بنتوجه للجميع انه نفتح هذا المجال لمقابل يعني لاي شخص حابب يحافظ معنا على الهويه الفلسطينيه، سواء بثوب عن طريق انه نعمل رسمه معينه للثوب الفلسطيني، نعمل الثوب الفلسطيني ما شاء الله بكل منطقه بكل جهه في له رسمه خاصه فيه او له شكل مختلف باختلاف النقشه اللي موجوده، العملات الفلسطينيه اللي كانت بفترات زمنيه معينه اللي اندثرت مع بدايه الانتداب البريطاني او قبل بمرحله معينه او بعد حتى بعد 48 وغيرها من المناطق المختلفة. الروايات أو تحديد مثلا اتفاقيات معينة ممكن نرفع فيه على الـ NFTs ونشتغل عليها خطوة بخطوة. مبدئيا واحد من الأسباب اللي خلانا نسمي المشروع بـ NFTine هو تابع لباليستاين، وبنفس الوقت نلعب على وتر الـ NFT، فإحنا شبكنا الجهتين مع بعض وقاعدين بنشتغل على هذا الاشي وهذا الويب سايت الرسمي للانفتاين اللي المفروض انه يطلع كان بعد اسبوع من اليوم، بس مع الحدث حبينا نكون نعلن عنه جوا هذا الحدث الرسمي، وراح نطلقه احنا قبل هاي الفترة، انه راح نحاول نطلقه خلال اليومين الجايات او اليوم ماكسيموم يكون طالع على الدومين الخاص فيه اللي هو nftine.space. راح نعطيكم كمان الكيو ار التابع بالدومين اللي من خلاله ممكن انتم تسجلوا وبرضه تحصلوا على NFT معين بقيمه مخفضه، او حتى ممكن يكون لكم اولويه قبل غيركم بناحيه ال NFTs اللي احنا راح نصدرها بمرحله لقدام. الشغله الثانيه، البروجكت هذا زي ما حكى حمزه هو مش بس لركان ولحمزه، هو البروجكت هذا موجود لاي حدا، لاي شخص عنده امكانيه تضيف ولو 1% على هذا المشروع، سواء بفن، سواء بفكره، سواء بماركتينج، بكودينج، ب بعرفش باي وثيقه تاريخيه حتى ممكن تكون، باي صوره، باي شغله، هو جزء يعتبر من هذا التيم. بالنهايه هذا المشروع كامل فلسطيني بحت، لكل شخص حابب ينضم له بامكانه ينضم له بكل اريحيه بكل بساطه، واحنا واثقين انه كل الاشخاص لهم تاثير كبير على هذا المشروع، ممكن يكون اكثر من تاثير ركان وحمزه، برغم احنا شو قاعدين بنحاول نسوي حدا يأثر على هذا المشروع أكثر منا إحنا الاثنين ويفيد. وهذا الغاية تبعتنا النهائية، إنه إحنا حابين نفيد، حابين نعمل دورنا المجتمعي كستارت أبس، كمؤسسين شركات، كشركات فلسطينية ناشئة بالمنطقة هون، سواء كنافيتكس، كعايزين، كل واحد منا له حب تأثيره على المجتمع. فهذا إحنا أخذنا على عاتقنا أنه نوثق أو نحاول نعمل إشي بسيط للمجتمع الفلسطيني. فأول خطوة اللي إحنا موجودين فيها رح تكون خلال فترة زمنية بسيطة إن شاء الله، اللي هو انطلاق المشروع كامل مع الرسومات اللي موجودة فيه، اللي هو عبارة عن بري لانش يعتبر، ورح يكون مفكرين كثير أنه يكون فيرتشوال إيفنت، بحيث أنه
نستعمل الميتافيرس، نستعمل كل ادوات التكنولوجيه، مش بس نحكي عنها حكي، مش بس نتفرج عليها من ناحيه نظريه. للعلم اليوم ما في ولا دوله بالشرق الاوسط كلياته اعتمدت الـ NFTs كطريقه توثيق معينه. فممكن يكون احنا لاول مره اول دوله بالشرق الاوسط صدقين سباقين لهذا المجال وبهذه الطريقه، او لاشي كثير كثير عصري ومتطور بطريقه كثير كبيره. فاول مرحله راح يكون انه راح نقعد مع كل الاشخاص، رساميين، سياسيين، متحدثين فلسطينيين لهم تاثير مالي او سياسي، اي حدا بحب ينضم لهذا البري ايفنت او بري لانش بيقدر يكون موجود فيه. وهي الستيب الاولانيه تبعتنا. الستيب الثانيه اللي هي احنا ناويين نطلق لحد 10,000 ان اف تي مختلفه، كل واحده لها قصه مختلفه من ضمن ال 10,000. الكل بالجزئيه الاولانيه احنا نتوقع انه نعمله انه نحاول نسوق المنتج هذا بطريقه معينه، عن طريق اليوتيوب شانلز، عن طريق الفيسبوك، عن طريق التويتر، عن طريق اللينكدين، عن طريق اي منصه بامكاننا نسوقها. واي حدا بنضم وبساعد بعمليه التسويق له راح يكون له جزء معين من هذا الـ NFTs كعمليه شراء لـ NFTs بجزئيه بسيطه، ويكون هو سباق لمرحله التوثيق هاي اللي احنا ماشيين فيها. وهاي اللي احنا متوقعين منها راح تكون لحد 10% من قيمه ال 10,000 ايكون. وطبعا توجهنا الكتير كبير هم برضه لفلسطينيين المهجر اللي دائما بيثبتوا قد ايه حبهم للبلد، قد ايه بيحاولوا يدعموا البلد حتى لو انهم خارج البلاد، بس قلوبهم وعقولهم معنا، فبيحاولوا يساعدونا بكل طريقه ممكنه لنشر الوعي، لتطوير الوعي باي شكل كان بيقدروا هم عليه، على الاقل برغم البعد الموجود. الخطوه اللي بعدها راح تكون بالمرحله الثالثه، انه احنا ناويين يتم عملية تبرع بتقريبا 2.5% من عائدات المشروع لمصالح تجارية فلسطينية. ممكن تكون مثلا زي ستارت ابس، ممكن تكون كمؤسسات خيرية، ممكن تكون كمؤسسات نسائية، ممكن تكون كجمعيات أو مؤسسات فلسطينية اللي بحاجة دعم معين. بالنهاية الغرض الكبير إنه إحنا نعمل التأثير، نترك بصمة معينة. فكان إنه احنا ما بدنا، مش قاعدين نطلع المصاري هون، قاعدين نطلع انه نخدم المجتمع الفلسطيني. ف 2.5% من العوائد اللي راح تكون موجوده بالمرحله الاولانيه راح تروح كتبرعات، والباقي راح يكون لمراحل تطوير المشروع بطريقه كثير كبيره. والحلو كان انه احنا راح نكون نشتغل مع بعض كمجتمع، فالمجتمع صحيح. مجتمع يلا نفتي هو اللي بيقرر مين الجهات اللي راح تنتفع من هاي المبالغ او هاي الدونيشنز. انه احنا كمجتمع بنعمل سيشن معينه، بنيجي كل حدا حسب الكميه الان اف تيز اللي هو او هي بيملكوها، ممكن يجي يصوت. انا مثلا بدي لمؤسسه اليتيم العربي مثلا، او انا بدي لبيلد بالستاين مثلا، واحنا ككوميونتي وي كم توجذر وبنعمل هدول التوزيعات بناء على احنا كيف بدنا نعكس هاي الهويه تبعتنا. ومن هون احنا برضو لقدام بالمرحله الرابعه اللي هو بعد ما ينباع عدد معين او برسنتج معين من الان اف تيز، رح نبلش نطلع على انه احنا نبني صندوق استثماري، انه نطلع احنا على ايش هي الشركات او المؤسسات او الاشخاص حتى اللي عم يعملوا تاثير، في عندهم امباكت على الوضع الفلسطيني اللي احنا عايشين فيه سواء بفلسطين او في خارج فلسطين. واحنا نبني في سي فند او فينتشر فند او صندوق استثماري اللي كمان برضو احنا نطلع نوصل لتقريبا، بنطلع على تقريبا 100,000 دولار اللي احنا ممكن نحطها بين ايدين اشخاص ونعظم ونعمل امبليفيكيشن للاثر اللي هم عملهم بيعملوه على ارض الواقع اليوم. وكمان مره احنا كلنا بنيجي مع بعض ككوميونتي وبنصير في عنا صوت، في عنا على ارض الواقع بنيجي نحكي احنا مجتمع يلا ان اف تي، في عنا رساله احنا بدنا نوصلها وعماله بنعملها على ارض الواقع، بدل ما احنا نطلع ونحكي على منابر معينه ونضلنا زي اللي عم ينفخ بقربة مخزوقة. فإنه إحنا نقدر نوصل لمحل نعمل صندوق استثمار، هذا مثل ما حكى ركان بيكون إحنا فعلا سباقين فيه، وبيكون الأول من نوعه اللي هو صندوق استثمار مبني على التأثير أو Impact Driven VC Fund، اللي هو فعلا برضه بياخد بعين الاعتبار عنصر الكراود فاندنج اللي هو
التمويل الاجتماعي التمويل المجتمعي. الجماعي. فهي كلياتها تقنيات وادوات موجوده بين ايدنا اليوم، ولكن احنا عمالنا بننافس فيها دول كثير متقدمه وماركتس كثير متقدمه، وما في شيء بيوقف بطريقنا. عندنا الخبرات، عندنا القدره، عندنا التكنولوجيا، عندنا المعرفه، عندنا العقول، واهم من هذا كله عندنا الرساله، عندنا الروايه اللي هي القضيه الفلسطينيه اللي كلياتنا بنجتمع حواليها بنحافظ فيها على هويتنا احنا كفلسطينيين وصمودنا. يا هذا الاشي اكيد بالنهاية انه هذا المشروع او هذا التأثير مش راح يتم لحالنا كأنا وياك لحالنا، 100%. فاحنا دائما بنحكي انه للقوة بالجماعة. الخطوة الخامسة على الاقل هو ممكن احنا نتوجه لمرحلة توظيف السيدات او منطقة empowerment للنساء في المجتمع. نقدر برضو ندعم هاي المشاريع بطريقة أو بأخرى عن طريق 7.5 من قيمة العائد المالي اللي عم بتجمع بالمرحلة اللي قبل هاي الخمسة. إحنا تقريبا متوقعين بهاي الجزئية يكون باع 25% على الأقل من الـ NFTs اللي تم إصدارهم، وهاي الجزئية رح تكون كتير مهمة بالنسبة لنا لأنه وصلنا لربع المشروع. نحكي قاعدين على 2500 NFT تم بيعه بشكل فعلي على أرض الواقع للفلسطينيين اللي مأمنين بهذا الموضوع، وهاي واحدة من نقاط القوة رح تكون لهذا المشروع بالأساس، إنه مشروع عم بدعم المجتمع دعم كامل مش مشروع لأشجاب الأشخاص بشكل أو بآخر. وبهاي النقطة احنا كمان نقدر نتفرج على النقطة السادسة اللي هي احنا متوقعين هون نكون وصلنا مرحلة 50%. بعرفش حمزة إذا بتحب تحكي عنها أكثر مني أكيد خصوصا. أكيد، هذا الموضوع كثير عزيز على قلبي صراحة، لأنه أنا مثلا لما أسافر بكون بعرف شخص فلسطيني مثلا بهذيك المنطقة، مرحب كيفك شو أخبارك، بتصفي ما في داعي لأي مقدمات، من اسم عيلته أو اسم عيلتي بعرف أنا من وين جاي، بعرف ممكن قريب لإلي أو بعرف أخوي أو راعي المدرسة مع حدا قريبي، لأنه إحنا مجتمعنا كثير متجانس أو متناسق. فبتصفي بحس حالي كأني ابن البلد بغض النظر وين بسافر، فما بالك لما الفلسطينيين بالمهجر يجوا على بلادهم، يجوا على أرضهم وبين أهلهم. فإحنا بدنا نعمل سيستم يكون زي الكريدت كارد مثلا، إنه يكون في بوينتس معينة، وأصحاب الـ NFTs هدول أنت إذا اشتريت NFT بمشروع NF تايم بصفي عندك عضوية بكلب معين مثلا. فأنت لما تروح على متجر فلسطيني وتفرجيه هاي البطاقة، أنت أوتوماتيكلي مع إنك فعليا جاي ممكن سياحة على البلد، ما بننتقص من هوية كل فلسطيني بيجي على البلد، بس ممكن يكون جاي لفترة مؤقتة وراجع، بس فعليا احنا بنفرجيه قديش احنا بنرحب فيه ودائما الباب مفتوح له، لانه هو ابن البلد، هو من احق الناس انه يكونوا موجودين هون. فبيكون عنده هاي العضوية اللي بتعطيه اكسس على عروض معينة، على خصومات معينة، على ممكن اكسس على نشاطات معينة، اللي هو برضه يعيش البلد اللي للأسف لظروف كتير القاهرة ممكن انحرم منها بفترات معينة، أو بيحاول قد ما يقدر اللي قد ما يستنشق منها ما بيشبع. فإحنا بنحاول إنه نبني نوع من البروجرامز أو البرامج اللي يكون فيه محفزات ومكافآت هدول الناس، اللي بما إنه أنت جزء من كوميونيتي NF تايم، أنت أوتوماتيكلي لما تيجي على البلد بهاي المحلات، كل المحلات بالبلد القديمة بالقدس، بنابلس عند محل الكنافة، بكل المحلات اللي بتروح عندها، انت عندك عضوية بكوميونيتي اللي هو كتير كبير وله امباكت على الارض، اللي الناس بتحتفل بوجودك فيها وبتحتفل بانه هي مستعدة تعطيك كل الخدمات تبعتها باسعار مختلفة او ممكن ببريفليجز وامتيازات مختلفة. فهذا اللي بنأمل انه نوصل له بهاي المرحلة. وخصوصا انه بهاي المرحله كمان حمزه مش بس للشخص اللي جاي من برا بيقدر يستفيد من هذا الموضوع، طبعا حتى طبعا صاحبين المصالح التجاريه الموجوده هون احنا بنحرك العجله الاقتصاديه كامله بطريقه او 100%. باخرى. انه اذا بتشتري من هاي المحلات اللي هي مشاركه بهذا المشروع اوريدي حصلوا على بوينتس معينه او الاولويه معينه، سواء باوتيلات سواء بوزارات زي وزاره السياحه ووزاره الثقافه، وزارة الآثار كمان اللي ممكن تنضم لهذا المشروع بطريقة كتير كبيرة، اللي تعطي كمان
نقطة قوة لتشجيع السياحة على سبيل المثال، تشجيع زيارة الأماكن الأثرية، تشجيع مثلا التجارة والتواصل الموجود هون بطريقة أو بأخرى بالمناطق الفلسطينية. فهاي هي لها توجهين بالأساس، اللي هي الخارجي يدخل على البلد وهون ينبسط بأرضه ببلاده بنرحب فيه دائما بوجوده. من ناحية تانية احنا بنشغل العجلة الاقتصادية الموجودة هون. زي ما حكى حمزة، للأسف احنا كبلد وكدولة دائما عندنا مشاكل سياسية اقتصادية أو مختلف بأمور مختلفة. فاحنا بنحاول بطريقة بسيطة أو بطريقة تكنولوجية معينة نأثر ونساعد بهاي الجزئية على الأقل بالأسلوب اللي احنا بنقدر نعمل فيه. بهاي المرحلة حمزة احنا بنكون وصلنا ل 75% لحد 90% من بيع الـ NFTs الموجودة عندنا اياهم. وهذا السبب احنا حطيناها بأواخر تقريبا الأمور، لأنه احنا بنكون حاولنا نشمل قدر الإمكان أكبر عدد ممكن من فلسطينيين المهجر أو الأشخاص اللي بدهم يأثروا بالمجتمع الفلسطيني بطريقة اللي هم بيقدروا يأثروا عليها بدون وجودهم أو بدون مية قدوم بالمية البلد نفسها حتى. مية بالمية بنكون ايش وصلنا ل 100% المرحلة السابعة او الستيب السابع من المشروع، ومع هيك ما وقفناش. قررنا نطلع بعديها بعد ما انباع 100% من المشروع كلياته، يعني بنحكي على 10,000 NFT انباعوا. ما بيعني انه حدا ما بيقدر يرجع يبيعهم كمان مرة، لا، بقدر ركان مسافر حب يعطي لحمزة، حمزة جاي على البلد، يعني عارف انه حمزه جاي على البلد بقدر ابيعها لحمزه. ومع هيك برضه مش مشروع ك انفتاين برضه بيرجع بيستفيد من عائد معين. فبنضل العجله لساتها شغاله دواره، دائما في عوائد من هون. انا بقدر اهدي الانفتي تبعتي لحمزه، حمزه بيقدر يهديها لحدا تاني، وضل العجله هون ماشي، ودائما في خلينا نعتبره انه عائد مالي مستمر غير متوقف، ممكن يستمر لمراحل زمنيه كتير كبيره ولفتره زمنيه كتير ضخمه، اللي ممكن تساعد الشعب الفلسطيني او تحقق المناطق اللي احنا بدنا اياها. مية مرحله بالمية 100 شو رايك فيها؟ صراحة هي يعني مثل ما بتقول هي نقطة نهاية بس برضو نقطة بداية. الرواية الفلسطينية هي مش إشي بسيط، وزنه كتير كبير، معناه كتير كبير، بحمل أوجه كتيرة، سواء كانت أوجه فرح أو أوجه حزن ومعاناة، أوجه احتفال ونصر، وأوجه برضو مواجهة وصمود. فهذا ما راح يكون المشروع الأخير بكوميونتي يلا ان اف تي، وهذا راح يكون برضو دريفن باي الأعضاء اللي راح ينضمونا ويكونوا جزء من هذا المجتمع. إنه إحنا مثلا لما نبلش نقرب على المراحل النهائية من هذا المشروع، راح نفتح النقاش ونبلش نحكي مع بعضنا واتس نيكست. احنا كمجتمع عملنا هاي البصمة، عملنا هذا الأثر بهذا المشروع، كيف بدنا تو شو اب احنا بكاباسيتي أعلى، كيف احنا بدنا نعظم ونوصل لأشخاص جديدة ممكن بعد المشروع ما قدرنا نوصل لهم. فاحنا فعليا اللي بلشنا نفكر فيه هو نحمي أوجه معينة، كل مشروع يحمي وجه معين من الرواية الفلسطينية. فلما بلشنا نفكر بموضوع يلا ان اف تي او سوري ان اف تايم، فكرنا فيها من ناحية مالية، انه احنا ممكن نطلع على العملة الفلسطينية ونحولها بتصاميم معينة ل NFT. إنه مثلا نيجي نطلع على الجنيه الفلسطيني، أو ممكن نطلع على عملات فلسطينية قبل الانتداب حتى. وهون كان في دور كتير كبير لسلطة النقد، إنه أعطتنا أبحاث وأعطتنا مراجع اللي إحنا نقدر نعرف تاريخ العملة الفلسطينية، نقدر نعكسها بالشكل الصح. فإحنا راح نشتغل على أكثر من فيرجن من العملات الفلسطينية تطلع على شكل NFT، وبتصفي كل عملة بيطلع منها كمية معينة، بيطلع منها فيرجنز مختلفة، وهذا الاشي كلياته بيختلف بتكلفة او سعر او قيمة هاي ال NFT. فعليا هذا الاشي ممكن نطلع عليه كسوق للاسهم مثلا، انه انا مثلا اشتريت NFT من يلا NFT، وبعدين انا بقدر اني مثلا اشتريتها ب2 ايثيريوم مثلا، فلنفرض سعرهم مثلا ممكن $2,500 فلنفرض. انا ممكن بفتره لاحقه
أبيعها بربحية معينة، أو إنه الربحية هاي ممكن أحتفظ فيها لنفسي، ممكن أتبرع فيها لقضية معينة، أو ممكن أنا يكون عندي وزن أكبر بإنه أنا يكون لي مشاركة بالقرار اللي بياخده هذا المجتمع كيلا نفتي. وممكن لقدام إنه بنهاية هذا المشروع مثلا إحنا نطلع على، مثل ما كنا نحكي قبل شوي، على الثورة الفلسطيني. نحن لما المشروع مخصص لدعم وتمكين وتعزيز صمود المرأة، يطلع على الأثواب المختلفة، مثلا نعمل كولكشن أثواب ل منطقة القدس، مثلا منطقة الشمال، منطقة الوسط، منطقة الجنوب، وهي الأشياء كلها إحنا نحميها. وهذا كمان مرة برجع بأكد إنه هذا الهدف الأول والأخير من اللي إحنا بنعمله، إنه إحنا نحمي الهوية والرواية الفلسطينية على منطقة زي البلوك تشين، اللي هي حصينة أو منيعة ضد الهجمات اللي ممكن تكون موجهة لإلها من الاحتلال والأدوات اللي ممكن نستعملها. والحلو كمان انه حتى هون نقدر نرفع الوثائق بيوم من الايام اللي صارت، نقدر نحط التخطيطات للاراضي مثلا وتتم توثيقها بيوم من الايام كمان برضو على ملكية الشبكات. البيوت الفلسطينية لليوم بالضبط. مؤجرات 100%. فاحنا مش قاعدين نحكي على مشروع اللي هو بخطوتين وثلاثة وبيخلص، احنا قاعدين بنحكي عن مشروع اللي ممكن يسحب 3 و4 سنين لحد ما ينضج بطريقه كتير كبيره او يخلص على الاقل الان اف تيز اللي موجودات فيه. الدور الباقي على الأشخاص اللي بتوجهوا بالبداية وببلشوا يستثمروا بهذا المشروع ببدايته، لأنه بمرحلة معينة رح يرتفع قيمته السوقية، رح ترتفع الوضع تبعه، لأنه الهدف الكبير اللي احنا ماشيين عليه هو هدف فلسطيني بحت، هدف إنساني بحت، هدف تنموي وتطويري بحت، وهذا اللي احنا بنبحث عنه. بالإضافة لهيك إنه جميع الهيئات اللي موجودة معنا هي هيئات رقابية أو بنوك أو وزارات او غيره، هم بيعطونا توجيهات بطريقه او باخرى كيف نساعد بالاليه الفلسطينيه او تطوير الفكره الفلسطينيه ضمن هذا المشروع. طبعا التخطيط الكبير انه هذا المشروع يطلع بعد 114 يوم تقريبا من اليوم، ينعلن عنه ونبدا نحمل فيه على البلوك تشين، ونبدا نرفعه كمان على الماركت بليس، يصفي متاح للجميع لا عمليه الشراء. بس هذا ما بيعني انه الناس ما بتقدرش تسجل وتطلب انه بدها الـ NFTs او الـ من الـ NFTين اللي موجود عندنا اياه. حطينا احنا سعر مبدئي هو 0.2 ايثيريوم، اللي هي اجزاء من الايثيريوم، وسعر اليوم الايثيريوم كتير منخفض، فانه اعتقد اتس جود ديل للجميع. بس ما هيك، احنا اليوم قاعدين بنحكي بمؤتمر زي بالستاين، فاتفقنا انه لا نحاول لكل الاشخاص اللي بيسجلوا اليوم عن طريق الكيو ار، بعد شوي راح نحطه راح يطلع لهم خصومات اكثر، في حال لو بيوم من الايام قرروا يشتروا او امنوا بالفكره تبعت المحافظه على الهويه الفلسطينيه ويدخلوا بهذا المشروع بشكل كامل، يصفي لهم ولو جزء بسيط او ربحيه بسيطه من هذا المشروع، برضه يقدروا يدخلوا على هذا المشروع من خلال الكيو ار ويتركوا بياناتهم، واحنا نقدر نتواصل معهم ونقدر نساعدهم بعمليه الشراء والتطوير. الحلو هون انه كل هاي الشغلات بتتم عن طريق برامج سهله بسيطه اوريدي احنا حكينا عنها بيلا نفتي، وحاولنا نبسطها قدر الامكان، ولسه قاعدين بنحاول اكثر واكثر نبسط فيها، زي الميتا ماسك كاي والت موجوده، وبنحط شو ايجابياتها وشو سلبياتها، وكيف الواحد يحفظ مصرياته، وكيف واحد يدير باله على مصرياته، وكيف يقدر يحول مصاري بين حساب لحساب. اثنين مثلا نحكي عن الاوبن سي اللي هو يعتبر من اكبر المنصات لعمليات بيع وشراء ال NFTs، المستحيل كمان انه الواحد يختفي ال NFT تبعه من هناك. الميتا ماسك بامكاننا كمان نخزن فيها ال NFTs، فانت تخيل اوريدي عندك اي والت كامله بمصاري او بال NFTs بنفس الوالت اللي بامكانك تستثمر فيهم او تحولهم او تبيعهم او تعمل فيهم بالطريقه اللي بدك اياها. الجملة اللي حكاها حمزة قبل شوي انه احنا اليوم ككوميونتي بنقدر نأثر، وهذا الاشي واقعي اكثر من عملة افتراضية او من اكثر من كريبتو كرنسي صارت، اللي كانت تمشي بموضوع التأثير المجتمعي او ان المجتمع هو اللي بيقرر شو بده يصير بهاي العملة، كانت هي اكثر العملات نجاحا، او في حال لو صار فيها مشكلة رجعت تقدر توقف على اجريها وترجع تطلع من اول وجديد وتطور من حالها.
احنا ما بنحكي عن شخصين هون، احنا بنحكي عن كوميونتي، وكوميونتي كتير 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 ضخم. ممكن انا يكون له وجهة نظر معينة، حمزة يكون له وجهة نظر تانية، مجتمع يكون له وجهة نظر تالتة تختلف كليا، اللي هي تكون اصدق او اصوب من التوجه تبعنا كأنا او حمزة كأشخاص منفردين بحد ذاتنا. وهون هذا الاشي بيحكي عن الاستدامة كمان ركان، انه صحيح، علشان احنا نقدر نضلنا مكملين بهذا الموضوع لازم يكون في عنا حلقة معينة او عملية معينة اللي احنا نجمع منها الفيدباك تبع الاشخاص اللي هم عم يدعموا هاي الفكرة، لانه بالنهاية احنا ممكن نبلش بمحل معين ننتهي بمحل كومبليتلي مختلف، as long as احنا محافظين على الكور تبعنا على الجوهر تبعنا والكوميونتي تبعنا عم يكبر يوم بعد يوم. يعني احنا من اول يوم بلشنا نعمل السيشنز المشابهه لهاي عن طريق الانفتي لليوم، كل يوم عماله بيكون عندنا جروث او نمو بهذا الكوميونتي، كثير ناس عم تتواصل معنا انه كيف انا ممكن اكون جزء من هذا الكوميونتي، واحنا دائما بنرحب وبنفتح الباب لاي شخص ممكن يكون مهتم انه يكون بارت اوف هذا المشروع يتواصل معنا. وي ويل شير سم كيو ار كودز للمشروع لاي حدا بحب انه يدخل either to join الفيسبوك جروب اللي هو يلا نفتي، ويسمع البودكاست اللي عمالها بتطلع وبتصدر بشكل اسبوعي، او اذا بيقدر يدخل على الويب سايت تبع انفتاين ويتواصل معنا يبعث لنا ايميلز انه انا مثلا انا بلوك تشين ديفلوبر بحب اني اشتغل بمجال سكيورتي مثلا، او انا فاينانشال كونسلتنت بحب اني اشتغل معكم على كيف بدنا نحط مع بعض الفي سي فند، او نشتغل على بروجرامز مختلفة، أو حدا مثلا ديزاينر اللي أنا مثلا بدي أصمم معاكم وبدي أنقل هاي الصورة بشكل فيجوال، ممكن ستوري تيلر يجي يحكي لنا أنا مثلا حابب أو حابة أبني معاكم كونتنت بحيث أنه يحكي مع الناس بشكل معين ويعكس هاي الفكرة. فإحنا دايما علشان الموضوع يكون مستدام وهذا التأثير يكون مستدام مش مرة واحدة ويروح أو مرتبط بزمن معين، صممنا بهذا الشكل. ودايما في حال كان النبذة أو الإعلان اللي عملناه اليوم overwhelming أو كان في محلات اللي مش كتير مفهومة وواضحة لأي حدا، إحنا دائما بابنا مفتوح إنه نرجع نحكي ونرجع نوضح ونرجع نبسط، وإذا كان في حدا عنده أي تعليق معين إنه والله مثلا ممكن إذا عملت بهذا الشكل يكون إلها impact أكبر، هذا الباب برضه مفتوح، لأنه مثل ما حكينا الهوية الفلسطينية مش إشي سهل، مش إشي إحنا بناخده بخفة، بالعكس لازم كلياتنا نكون عم نشتغل باتجاه إنه هذا الإشي يتم عكسه والشغل عليه والعمل عليه بشكل بأفضل شكل ممكن. في كمان نقطة إضافية حمزة، إنه إحنا من يوم ما بلشنا بيلا نفتي احنا توسعت النتورك تبعتنا بطريقه كتير كبيره، لانه قدرنا يعني الحمد لله علاقات جيده وبنينا علاقات كتير حلوه. اللي تفاجأنا بمرحلة معينة أو مرحلة حتى ببداية يلا نفتي، إنه كان في كتير ستارت أبس عندهم مشاكل معينة مع أو بيحاولوا يوصلوا للجهات هاي، مش مشاكل إنه مش قادرين يوصلوا لهاي الجهة، فتوجهونا عشان شافونا معاهم، فأوريدي قدرنا نفتح حتى باب لستارت أبس أو لجهات اللي ما كانوش قادرين يوصلوا للمحلات هاي، مش لأنه إحنا إشي كتير، لا بالعكس، بس لا بسبب وجود يلا نفتي قدرنا نفتح الباب لأشخاص مختلفين. فحتى احنا بندعو كل ستارت اب او كل شخص عنده سؤال معين او نقطه معينه اللي مش قادر يلاقي وين يتوجه لها او كيف يتشبكوا، احنا طبعا على استعداد كامل ضمن نطاقاتنا او على الاقل ضمن النتورك اللي احنا قاعدين نبني فيها كيلا نفتي. بالبدايه والنهايه احنا يلا نفتي انفتاين من اول ما بلشنا فيهم، من يوم ما قررنا نبلش فيهم اعتقد شوي بسنة سنه بيلا نفتي بالفكره تقريبا يلا نفتي، من يوم ما بلشنا هذا الاشي اول هدف كان بوجهه نظرنا او بنتفرج عليه انه هذا للمجتمع، هذا الجروب او هذا البيج او هاي ال ان اف تيز اللي قاعدين بنحكي فيهم، هدول مش ملكيه خاصه فينا احنا الاثنين، احنا بنحاول نسير ضمن طاقات وضمن الامكانيات اللي موجوده عندنا اياها، بس بالنهايه هذا الملك للجميع. ف دائما 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 بنعيد وبنزيد عليها، اي حدا عنده لو تاثير 0.01% وبيقدر ياثر ويساعد، بابنا مفتوحة للجميع، سواء عن طريق لينكدين، عن طريق البروفايلات الفيسبوك، أرقام تلفوناتنا مفتوحة للجميع، دائما إحنا جاهزين بكل الشغلات هاي.
طبعا احنا بالنسبه لنا احنا موجودين اليوم على اليوتيوب، موجودين على فيسبوك جروب، على سبوتيفاي، على جوجل بودكاست، ومواقع تانية اللي قاعدين بنحاول ننشر عليها كتير. واخيرا حابين بس نشارك معاكم الكيو ارز. حمزه بتحب تشاركهم من عندك؟ يفضل من عندك كان زعملهم. صح. احنا اليوم في عندنا 2 كيو ار، 2 كيو ار كودز. الاولاني هو الكيو ار تبع الجروب نفسه، تبع الفيسبوك جروب. اذا اي حدا بيعمل له سكان راح يوصل بشكل مباشر للفيسبوك جروب وفيسبوك بيج اساسا، ومن هناك بيقدر دائما يتابعنا ويتابع الاخبار تاعتنا. احنا دائما هناك بنشارك بكل الشغلات اللي بنعملها، فحتى هناك البروفايلات الشخصيه تبعتنا موجوده، فبتقدروا تتواصلوا معنا من خلالها او عن طريق لينكدين او عن طريق المنصه، الارقام التليفونات. والكيو ار الثاني هو ان شاء الله راح يكون هو هذا الكيو ار نفسه، بس الدومين لسه ما اشتغل، فراح يكون راح يكون شغال خلال الايام القريبه ان شاء الله. هذا الكيو ار تبع انفتاين دوت سبيس، اللي هو الويب سايت الرسمي ل انفتاين، اللي من خلاله بامكانكم سجلوا بياناتكم، تتركوا معلوماتكم لشراء او طلب شراء للان اف تيز ببدايتها، الان اف تيز اللي احنا راح نشتغل عليها، او حتى ممكن يكون مرحله معينه جزء منها مجاني او بطريقه معينه ممكن نعلن عنها ضمن ريوردز معينه او ضمن شغلات معينه. 100%. بنحب نشوف إذا بعرف إن إحنا قربنا نخلص، بنحب نشوف إذا في أي حدا عنده أي سؤال، أي حدا عنده أي كومنت بحب يشاركه معنا، على أساس إنه نحاول يعني قد ما نقدر إنه تكون الورشة هاي سريعة وخفيفة على القلب، وما تكون كتير فورمال وثقيلة عليهم. فبتأمل إنه كان في فايدة وصلتكم عن طريق هاي الورشة، ومثل ما حكينا احنا الباب مفتوح، وما بدي اكرر حالي، فنتأمل انه تكون يعني عند حسن حظ، عند حسن ظن هذا المجتمع اللي عمالنا بنحاول نبنيه. من هيك أعتقد تمام. حابين نوجه بس رسالة شكر، هيك رسالة شكر بسيطة لبالستاين، مشكورين كثير على الاستضافة الحلوة هاي، مشكورين كثير كمان على المؤتمر الحلو هذا، دائما بنشوفه بتطور وبنمو. نتأمل إنه السنة الجاية ممكن يكون وجاهي، إن شاء الله. نكون تخيل الأعضاء والأشخاص والدنيا تكون موجودة، شيء كمان بيكون كثير حلو. اي حدا بحاجة اي اشي برضو احنا جاهزين، سواء كحمزة او الكان، دائما بالخدمة للجميع، لكل الاشخاص اللي معنا. مية مشكورين بالمية كثير مرة شكرا ثانية. كثير لبلد بالستاين، وأنا بحكي بصوتين، صوت نافياتكس كستارت اب، كمشارك وخريج بالكوهورت أو الفوج الحالي، الأدوات اللي شاركتوها معنا والأشخاص اللي قدرتوا إنكم تشبكونا معهم ونستفيد منهم من خبرتهم invaluable صراحة، ما إلها أي إمكانية أن نعكسها بقيمة، لأن هي كتير قيمة كانت علينا لإلنا، وكتير أثرت بكيف إحنا بننظر للستارت أب تبعتنا ودورنا وهدفنا بهذا المجتمع. وبرضه كمتحدث اليوم كتير انبسطنا معكم، نتأمل إنه نشوفكم بسيشنز جاي إن شاء الله. يعطيكم ألف يعطيك عافية. العافية.